يسمى مفعول له أو مفعول لأجله، وهو من الأسماء المنصوبة. مثال على ذلك قوله قولنا رغبة، ولماذا طبعا يسأل عنه بلماذا. إذا المفعول لأجله من الأسماء المفعول له، ويكون مصدرا منصوبا يسأل عنه في لماذا. مثال قولنا دافع الفريق عن الوروة، دفاعا شرسا حفاظا على الفوز. إذا المفعول لأجله أو المفعول له مصدر يأتي لبيان سبب وقوع الفعل، ويكون سؤال عنه بلماذا. ويسمى أيضا المفعول لأجله أو المفعول له، مثل قولنا أجتهد رغبة في التفوق، أطيع والدي ابتغاء مرضات الله. ما هي الشروط الواجب تحققها في الاسم الذي يعرف مفعولا لأجله؟ إذا يجب أن يكون مصدرا منصوبا، يجب أن يكون مصدرا منصوبا. إذا في المثال الأول في قوله تعالى ابتغاء الفتنة، ابتغاء مفعول لأجله، وفي المثال التالي أيضا ابتغاء مفعول لأجله. المثال الثالث
بطر ورئاء الناس، بطرا ورئاء الناس أيضا مفعول لأجله. ورحمة في المثال التالي، رحمة من ربك، رحمة مفعول لأجله. وفي المثال الأخير، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، إذن حذر مفعول لأجله. في المثال الأخير الحديث النبوي الشريف، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه.